بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي ثم بعد ذلك ندرس، نحن أخذنا في وصول الحديث ماذا أخذنا؟ ما هو الحديث الصحيح؟ مرافقا مضطفت عن مثله من أول سنة إلى انتهى من غير شذوذ ولا عجلة. أيوة، اتصال السنة، لأن الرجل الذي يحكم على حديث بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف أن يعرف ما هو صحيح، ما هو الحسن، وما هو ضعيف. لما أنت تكون مثلا مدرسا أو محاضرا، إذا حكمت على حديث بأنه صحيح عليك أن تعرف ما هو صحيح. أولا، أي أن حديث صحيح لها، أن الحديث صحيح له خمسة شروط. اتصال السند، أرجو لا تنسى اتصال السند. ما معنى اتصال السند؟ كل راوي يروي عن شيخه متصلا مباشرة، هو اتصال السند، هو معنى اتصال سند. الشرط الأول اتصال السند، إذا كان حديث متصل السند لا منقطع، إذا كان منقطع يكون حديث ضعيف. أن يكون حديث متصل السند، معنى اتصال السند كل راوي يروي عن شيخه مباشرة، كل راوي يروي عن شيخه مباشرة. يا أخي، سئل بعض العلماء لما حكم على حديث بأنه صحيح، سئل ما هو صحيح؟ قال والله يحتاج إلى محاضرة طويلة لبيان صحيح. لا يا أخي، إذا أنت في موقع بيان حديث صحيح عليك أن تعرف ما هو حديث صحيح قبل كل شيء، أن يكون الحديث متصل السند. اتصال، معنى اتصال السند أن يروي، أن يروي كل مؤيد أراوي عن شيخه مباشرة. ثم بعد ذلك الشرط الثاني أن يكون راوي عدل. اتصال السند الثاني لحديث صحيح. عدل معناه ماذا؟ ذاك حفظتم من الآمن معنى العدل؟ أن يكون الراوي مسلما، عاقلا، بالغا، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أن يكون الراوي بالغا، مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ولم يصر على الصغائر عند بعض العلماء. وأمير السنعاني رحمه الله يقول: من كسر خيره وقل شره. الإنسان يخطئ، صحيح ولا لا؟ لكن خيره كثير. من كسر خيره وقل شره، هذا هو العدل. لكن بعض الناس يعرف بمعنى العدل الإنصاف، ليس هو هذا. وقد جاء النقاش في هذا الموضوع. لما جاء الكلام عن العدل فهم أن العدل هو الجستس. لا، عند المحدثين العدل ما هو؟
أن يكون الراوي مسلما عاقلا بالغا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة ولم يسر على الصغائر عند بعض العلماء. وقال أمير السنعاني: من كسر خيره وقل شر. هذا هو العتب. إذا كان الراوي بهذه الصفة فروايته مقبولة، فروايته مقبولة. إذا كان مثلا لم يكن بالغ، لم يكن عاقل، نحن نقبل رواية نقبل حديث الرسول عن مجنون؟ لا. الإنسان الذي لم يبلغ صغير في السن لا نقبل حديثه. يجوز له أن يتحمل الحديث لكن لا يجوز له أن يبلغ الآخرين. تحمل يمكن، غير البالغ يأخذ حديث عن رسول الله أو عن الشيخ، لكن لا يجوز له أن يبلغ هذا الحديث إلى آخرين إلا إذا بلغ. لأجل ذلك أن يكون مسلما، مسلم لا نقبل رواية من الكافر، بالغ لازم يكون بالغ، عاقل لازم يكون سليم العقل، وثالثا أن يكون سالما من أسباب الفسق، فاسق نيه لا نقبل إنسان فاسق ولا فاجر ولا يعمل عملا يخالف أو يقطع المروءة أخلاق الجميلة، لا نقبل الحديث منه. ثم بعد ذلك على رأي بعض العلماء إذا كان مصرا على الصغائر لا نقبل. إذا حديث الرسول لا نقول إلا عن العدل وصفات العقل، العدل، هذه الأمور ذكرها العلماء. أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة ولم يصر على صغائر. وأمير صنعان يقول: من كسر خيره قل شره. هذا هو أي شرط. ما هو عدل ثالث ولا ثاني؟ في ثالث سنة بالعدل. والشرط الرابع أن يكون ضابطا تام الضبط، تام الضبط، يعني يأخذ الحديث من شيخه أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا ينسى منه، لما يأتي لبيانه يذكره كما سمع من أستاذه، هو قوي الضبط. ثم بعد ذلك الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط الكتاب وضبط الصدر. ضبط الصدر يحفظ كل شيء، ثم يأتي للبيان يذكر كل ما سمع بدون زيادة ولا نقصان. وضبط الكتابة كل ما سمع يسجل في كتابه ثم يروي منه كما هو سمع. ثم بعد ذلك الشرط الرابع أن لا يكون الشاذ. حديث الشاذ في الحقيقة هو حديث صحيح، لكن الشاذ يخالف في حديثه من هو أوثق منه، من هو أوثق منه، مخالفة الثقة للأوثق أو الثقات، مخالف الثقة أو الثقات، أو مخالف الأوثق منه، فهذا أيضا يسمى الشاذ. شاذ في الحقيقة يعني بعض العلماء لم يدخلوا الشرط الرابع في تعريف حديث صحيح، لكن أكثر العلماء قال الشرط الرابع ألا يكون راوي الشاذ مخالف الثقة لمن أوثق منه أو مخالف الثقة الثقات. وعندك حديث يأتي
يقرأ ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليركع عن جنبي اليمين. في ناس يعملوا هكذا والله بعد صلاة ركعتي الفجر. أي يقول فليركع، اللام للأمر، لام الأمر. يمكن بعض الناس يفهم من هذا أنه لواجب، صح ولا لا؟ لكن عندك دار القضي وغيره ذكر أن كثير من الناس رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله فعله لا قوله. الرسول كان يركع، كان يركع، كان يركع، هو فعل ولا لا؟ إذن أي فعله هو محفوظ وأمره هو شاذ، لأن عبد الواحد بن زياد يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لا فعله، والناس اللي كثيرون يروون عن رسول الله فعله. فإنسان إذا ركع وكذلك استجع على أن يمينه لا مانع بذلك، لكن لا يعتقد أنه واجب، لأن لام الأمر اللي موجود فليستجع هو رواية الشاذ. الله أعلم. وهناك أيضا بعض مسائل أخرى تأتي لبيان، إذا كان الحديث بهذه الصورة مخالف الثقة لمن أوثق منه أو مخالف الثقة الثقات، نحن لا نقبل هذا الحديث. ثم بعد ذلك أن يكون الشرط السادس أن لا تكون حديث فيه علة قادحة، علة مؤثرة. أحيانا حديث يروى مرفوعا وهو موقوف، حديث يروى موقوفا وهو المرفوع لا يعرفه كثير من الناس، فهذا إذا كان بهذه الطريقة فنحن لا نقبل هذا الحديث. نقبل الحديث بشروط الخمسة: اتصال السند بالعدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. هذا هو تعريف حديث صحيح لذاته. إذا كان حديث باتصال السند عن عدل الضابط خفيف الضبط لا قوي الضبط، فالحديث يتحول إلى الحسن. فحديث الحسن لا يوجد في البخاري مسلم. أنا قرأت محاضرة سمعت، واحد سئل، عالم كبير سئل عن تعريف الحسن، حديث الحسن. هذه الأشياء جاءت أمامي، لأجل ذلك أنا أحب أن أشرح لكم حقيقة حديث الحسن، حقيقة حديث الصحيح. فقال صراحة لم يجب عن السؤال، السائل سأله ما هو الحديث الحسن؟ قال حديث الحسن يؤمل به كما يؤمل بالصحيح، هذا صحيح لا شك فيه. ثم ماذا قال؟ حديث الحسن يوجد في البخاري ومسلم. لا، حديث الحسن لا يوجد في البخاري ومسلم. أي علماء كتبوا صحيح المجرد لا يوجد إلا في البخاري ومسلم، صحيح المجرد. هناك أي كتب أخرى فيها يعني أحاديث حسن لا شك فيها، المسانيد، معاجم، سنن الأربعة فيها أحاديث حسن لا شك فيه، لكن البخاري مسلم لا. البخاري مسلم يوجد فيه حديث المجرد، صحيح المجرد. لأجل ذلك العلماء قال الكتب التي ألفت
بالصحيح مجرد البخاري ومسلم. البخاري ومسلم. هذا الأمر يتعلق بحديث حسن الزهدي. حسن ليس اسمه. إذا كان خفيف الضرب هو حسن الزهدي. إذا كان طعم الضرب هو صحيح الزهدي. ما الفرق بين صحيح ذاتي وغير ذاتي؟ لا، غيره لأمر آخر خارجي. الآن حديث الحسن إذا كانت جاءت بطرق كثيرة يرتقي من حسن لذاته إلى صحيح لغيره، لا لصحيح ذاته. هذا أذكر لكم فيما بعد. عندك صحيح لذاته، صحيح لغيره. حسن لذاته، حسن لغيره. هذا أذكر لكم فيما بعد. سبحانك اللهم ربنا.